اصور اوكي. السلام عليكم، شو اخباركم؟ المهم الكتاب اللي قلت لكم اني بشتريه وبقراه ما حصلته في الوضع. انا وعدتكم اني بصوركم الاشياء اللي اشتريتها حق رجيم التيكوني، تيكوني تيتوني زين. المهم الحين نشوف، اللي يبغى يصور الاشياء اللي بحطها الحين خليه يصور. اوكي اول شيء الالموند اويل، هذا الموند اويل. هذا ما يبين، هذا اللي اسلمكم اللي هو الوالنت اويل، وولنت اويل. وهذا اورجانيك اكسترا فيرجن كوكونات اويل، يقولون طعمه وريحته شرات الباونتي وايد حلو، نجربه باكر مع الرجيم. وهذا ماكاديميا اويل، صناعة استرالية، يقولون زين حق هذا الرجيم بعد. الويب كريم طبعا مطلعنا من الثلاجة، هذا تحطه على الكوفي، ترش على الكوفي شي وتنشرب الكوفي، شي عالمي. انواع الاجبان، هاي واحدة من الاجبان اللي اشتريتها اسمها جبنة ايدام مايلد، يعني معتدل، ما ادري شو معتدل. المهم هذه فيها نسبة الفات 40%. هذه نفس القبلية لكن بالفلفل زين، بعد نفس الشيء 40% فيها نسبة دهون، شيء عالي. لما اقول لكم اشتروا الزبدة اشتروا هالنوع، لان هذا النوع الوحيد اللي ممكن نقول عنه ممتاز، زبدة ايرلندية صافية اسمها كيرايو.